في مسيره التطبيع مع الاسد ثمة مكان للجميع حتى لاولئك القادمين من دول الميليشيات والوصايه الايرانيه يفتح لهم الاسد ذراعيه ويستقبلهم بالاحضان. اخر الواصلين الى دمشق هو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع عدد من الوزراء والقاده العسكريين حيث استقبلهم الاسد بمراسم رسميه في قصر الشعب. بشار الاسد وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني قال ان الزياره ستشكل نقله نوعيه في العلاقه مع سوريا، واضاف ان البلدين يواجهان تحديات مشتركه ابرزها الارهاب، مشيرا الى ان بعض دول الجوار تورطت في دعم الارهاب في سوريا والعراق لاسباب توسعيه وعقائديه، وذكر الاسد انه بحث مع السوداني سرقه مياه سوريا والعراق من نهر الفرات وملف المخدرات، اذ اعتبر انها قادره على تدمير الشعوب كما الارهاب العربيه وكلنا يعلم بان التطورات الايجابيه الاخيره لم ترق لصناع الفوضى بسم الله الرحمن الرحيم السوداني بدأ الحديث بأن العراق وسوريا مترابطان تاريخيا واجتماعيا، وقال إن الأمن والاستقرار في البلدين يدفعان لمزيد من التعاون والتنسيق، مؤكدا على أن موقف العراق الداعم لبسط السيادة السورية على أراضيها يمس الأمن القومي العراقي، وأضاف أن العراق عمل جاهدا لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، كما تطرق السوداني إلى خطر المخدرات، مشيرا إلى أنه اتفق مع الاسد على اليات للتنسيق والمتابعه موقف العراق الداعم